الواحدة بتوقيت الجزائر، نشرة الأخبار، وهذه أهم عناوينها. منشآت صحية وجوارية جديدة ببلدية سوان الحدودية بتلمسان، والمواطنون يثمنون مسار التنمية بالمنطقة. ضمن روبورتاجات النشرة، مركز جديد لمعالجة النفايات الطبية ورسكلتها بالبليدة. وببرج باريريج، كفاءات شابة تطلق مصنعا لإنتاج معجون الأسنان لتغطية الطلب بالسوق المحلي. سوق العمل بسوق أهراس يطالب بإدراج تخصصات جديدة بمراكز التكوين المهني وتمويل أزيد من 6000 مشروع ضمن برنامج الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بعين الدفلة. وعاصمة الحمديين بجاية تفتح قصبة التاريخ للمصطافين في جولة سياحية فكرية عبر زمن الحضارات المتعاقبة. أهلا بكم من جديد. نستهل النشرة من البقاع المقدسة، حيث يواصل حجاج بيت الله الحرام في ثاني يوم من أيام التشريق بمشعر منن يواصلون رمي الجمرات الثلاث وأداء طواف الإفاضة، ويجوز للحاج تأخيره ليؤديه بعد أيام التشريق قبيل أداء طواف الوداع، فيما يتحلل بعده الحاج التحلل الأكبر ليسعى بعدها بين الصفا والمروة. في موضوع آخر، أزيد من 6700 مشروع تم تمويله في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ولاية عين الدفلة، وهو ما ساهم في استحداث فرص شغل للشباب وإعطاء حركية تنموية بالمنطقة. يقول خليل تواتي: مشاريع عديدة تم تموينها في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أونساج بولاية عين الدفلة. حسام نموذج ناجح لهذه المشاريع والمتخصص في المجموعات التركيبية لتحويل السيارات لاستخدام غاز البترول المميز. مشروعنا يدخل في السياسة الطاقوية الجديدة للجزائر، وهي بروموفوار ليزينيرجي ديسبونيبل كيما لو جي بي ال. بدينا اترافير لونساج، رحنا تقربنا من مصلحة لونساج، هي اللي نوزا اورونتي. يعني طموحنا بعد ما نكملوا سداد القرض هي انه للتوسعه ان شاء الله ونروحوا لدوطر كرينو. نموذج اخر للمشاريع مخبر للتحاليل الطبيه هو الاول ببلديه العباديه. مدينتنا تاع العباديه يعني هذا اول مخبر تحاليل طبيه، دونك ما كانش كاع كاين، دايوغ يا ميم با دو ميدسان سبيسياليست بور لو مومون، جو سوي لا سول هنايا يعني اللي راني انستالي. دونك الحق المشروع عجب بزاف جهاز لونساج، فوالا دونك عاونوني بزاف، ما نقولوش غير فينانسيغمون، مي ميم مورالمون، ميم في كاع لي زيتاب. وتماشيا والطبيعه الفلاحيه لولايه عين الدفله، عده تحفيزات في هذا المجال. تم تمويل لحد الساعة أكثر من 6700 مشروع في شتى المجالات. احنا لونساج ترافق كل فكرة مشروع اللي تصب في مجال الإنتاج أو الخدمات. عدنا حتى الشباب اللي حب يستثمر في المجال الفلاحي، عدنا احنا في إطار الاتفاقية اللي درناها مع مديرية التكوين المهني، رانا نرافقهم حتى في دورات تكوينية تأهيلية باه تسمح له يقوم بإيداع الملف تاعو وبالتالي خلق المشروع تاعو. هي مشاريع ناجحة من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية المحلية وتأمين فرص عمل للشباب بولاية عين الدفلة. بدورها تمكنت مؤسسة مصغرة لصناعة الأدوات المدرسية بسوق أهراس، تمكنت من توفير مناصب شغل لشباب المنطقة بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة. إسماعيل بوطبيان. مؤسسة مصغرة مختصة في صناعة الأدوات المدرسية توفر أكثر من 40 منصب شغل مباشر ومناصب أخرى للعائلات في القرى والمداشر. كاين عائلات محترمة حوالي 10 كيلومتر، نبعثوا ليهم مثلا المساطر، ليزيكير، رابورتور، تو سكونا كوم برودكسيون يعني زايدة.
هما يقوموا بالتغليف نتاعها ويعلبوها ويزيد يحطوها مثلا في لي كارطون ويعاودوا يرجعوها لنا. ماذا بيا حتى الشركه المؤسسه الصغيره تخمم نفس المنطقه، هذا منطق يخلق مناصب شغل. المؤسسه خصصت ايضا مناصب شغل لذوي الاحتياجات الخاصه. انا نخدم على راسي، الشيء اللي قادر عليه نخدم والشيء اللي مش قادر عليه ما طالعين فيا في ما حاجه، سواء في خدمه سواء في ما حاجه، سورتو مدير تاعنا يعني. كما تطرح المؤسسة على مراكز التكوين المساهمة في تكوين الطلبة في المجال التطبيقي في تخصصات يحتاجها سوق العمل. لومبلوا باغ اكزومبل تفكت على مثلا تكنيسيان في الانجيكسيون ما كانش، تفكت على تكنيسيان في لا سيريغرافي باسكو عندنا دي ماشين نحن بروجيت في لا سيريغرافي تاع سيرتو ما كانش. مش محتم عليه مركز التكوين يجيب اليات مثلا امبريس انجيكسيون عندنا احنا، يدير له هو الكوتي تيوريك ونحن ندير له انفورماسيون براتيك تاع دي جور برك يتعلم ويخرج يصلح لي انا ويصلح للناس كل. توفير مناصب شغل لمختلف الفئات من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من شأنه أن يدعم الإنتاج ويقلل من نسبة البطالة على المستوى المحلي. وقطاع الصحة هو الآخر يستقطب اهتمام المستثمرين الشباب من خلال مشاريع لمعالجة النفايات الطبية، وهذا بدعم من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. العينة من بوينان بالبوليدة في هذا الروبورتاج لرشيدة معبود. تعد النفايات الطبية من أخطر النفايات وأشدها تأثيراً على الصحة والبيئة، ولحاجتنا إلى منشآت عديدة متخصصة لحرق ورسكلة مثل هذه النفايات، ارتأى السيد حمر إلى إنشاء مركز خاص لمعالجة النفايات الخاصة والخطيرة المتمثلة في الأدوية المنتهية صلاحيتها والمواد الكيماوية المستعملة في مختلف الصناعات. مشروع من تدعيم الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. عندنا لا تمبيراتور لي سيلاف حتى 1350 دغري، دونك هاد لا تمبيراتور تخلينا باللي كامل الاجزاء الكيميائيه الخطيره نقضيو عليها، هذا اول شيء. وثاني شيء هو انها الغازات المنبعثه تكون صافيه و تلبي الى المعايير الدوليه المتعامل بها. تقنيات متطورة تستخدم لرسكلة مثل هذه النفايات. تعاود تريسيكلها، تعاود تدوير ريسيكلاج. عندي يقدروا يستعملوها إما أسمدة ولا مواد بناء. شارجي دو بروتيكسيون دي زومبلوي كيروحوا يخدموا عندهم لو شارجمون دي برودوي شيميك و برودوي فارماسوتيك، عندهم دي زوتي نيسيسار باغ إكزومبل هذا سي بو لو برودوي شيميك. Et c'est pour la protection de l'homme. Le truc pharmaceutique a des outils spéciaux. Moi, je supervise le démarrage à la charge. Et qui est je supervise aussi. ولا يزال قطاع الصحة بالجزائر في حاجة إلى المزيد من المرامد المتطورة حتى لا تصبح مثل هذه النفايات الخطيرة تشكل خطراً حقيقياً، خاصة إذا انتشرت بالوسط الطبيعي والعمراني. ونبقى في مجال الاستثمار، حيث أطلقت كفاءة شابة ببرج باريريج مصنعاً لإنتاج معجون الأسنان لتغطية الطلب المحلي من خلال توفير أكثر من 10 أنواع. الروبورتاج ليندا شعبان. بمجهوده الخاص استطاع السيد أرزقي علواش صناعة معجون الأسنان بولاية برج بوعريريج، مصنع يوفر 40 منصب شغل ويعتمد على كفاءات شابة استطاعت صنع أكثر من 10 أنواع لهذه المادة. شفنا باللي السوق الجزائرية تحتاج إلى هذا المنتوج أن يصنع هنا في الجزائر، تقدمنا في المشروع الحمد لله خرجنا منتوج في السوق راه موجود كامل في الطلب الوطني مطابق للمواصفات العالميه. تو سكي كونترول كاليتي فيزيكو شيميك ميكروبيولوجي نديروها هنايا. اول حاجه نديرو لا دونسيتي كثافه المعجون الاسنان، ثاني حاجه لا فيسكوزيتي نتاعو، ونشوفو درجه الحموضه، واخر حاجه نديرو الميكروبيولوجي.
منتوج يتم تسويقه عبر عدد من ولايات الوطن، ويؤكد المواطن على رضاه باقتناء هذا المنتوج المحلي. عندي حوالي 3 أشهر أنا نستعمل فيه الدونتيفريس هذا، قلت لك لقيته في المستوى من ناحيه النوعيه، من ناحيه النكهه تاعو، من ناحيه الاسمه هذيك، والسعر تاعو معقول جدا جدا، لقينا فيه الراحه تاعنا الحمد لله، ونشجعوا المنتوج المحلي. وفي الافاق توسعه اخرى لمنتوجات العطور والمكياج ليدعم بذلك السوق الوطنيه المحليه في المستقبل. وضمن برنامج تنمية المناطق الحدودية، مشاريع تنموية هامة استفادت منها بلدية سواني بترمسان، شملت العديد من القطاعات الحيوية على غرار الأشغال العمومية والصحة. محمد سلمي. تسري الأشغال على قدم وساق من أجل إعادة تأهيل الطرقات بالمنطقة الحدودية سواني ولاية ترمسان، مشاريع وإنجازات من شأنها تحسين الإطار المعيشي للساكنة. العملية فدت لك قديمة ça m'a pris beaucoup de temps ou شويه كان شويه elle est pas confortable tellement زعما بصح هذا الطريق الحمد لله فيها راحه. استفادت الجهه من عده عمليات اعاده الاعتبار لشبكه الطرقات سواء البلديه ولا الولائيه، مما ساعد في كما قلت في 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 تحريك الحركه. قطاع الصحه هو الاخر يحظى بعنايه السلطات المحليه، حيث تدعمت المنطقة بعيادة متعددة الخدمات والمتوفرة على مختلف العتاد والتخصصات الطبية. نطلعوا إلى المغنية، ومغنية يا درا تجبر ولا ما تجبرش عاود تمشي دير برا في تاع بالدراهم. زعما الحمد لله كاين قطاع، كاين تعيار، كاين لا راديو، كاين تجي في أي وقت زعما الطب كاين. فحوصات طبية العامة اللي تجري كل يوم، فحوصات متخصصة دورية، التلقيح، طب الأسنان، وكل ما هو علاقة بالصحة الجوارية. أكثر من 24 مليار سنتيم في هذه السنة اللي راح تمس كل القطاعات تقريبا، وخاصة القطاعات القاعدية للشبكات المختلفة. وتعزيزا للرياضة الجوارية، حظيت المنطقة بإنجاز عديد الهياكل والمرافق الرياضية التي ستسمح بتقديم الدعم للمواهب الشابة. وبغردية تدعم قطاع النقل بمحطة برية جديدة بمعايير عصرية من شأنها ضمان خدمات نوعية للمسافرين، تقول سمية مزوار. هذه حالة المحطة البرية لنقل المسافرين بغردية التي تفتقد لأدنى الضروريات. هذه السنتيبي هنايا كما راكم تشوفوا ناقصة بزاف الحوايج هنايا، وما هيش لايقه بينا هاد الساتيفي، مادا بينا تبدو ديروا لنا ساتيفي جديده. الظروف تاع الخدمه مش مساعده، بعدك شنو تريحي الظل ما كانش، هاك تخزر واش كاين. مادا بينا النظافه ومادا بينا تكون ساتيفي، خاطر الفواياجور ما عندهمش وين يريحوا الفواياجور، والكيران الكيران كاين ديبارات ما كانش، مخلوطه شويه راه مخلطه الحاله. ومادا بينا تكون محطه اللي يطلعوها لنا الفوق. ايه والخدامه اللي راهم هنا ايزونس اللي راه في 10 سنوات 5 سنوات، مادا بينا ثاني يخدموهم. على مساحة 4 هكتارات تتربع المحطة البرية الجديدة والتي أوشكت الأشغال بها على الانتهاء. قطاع النقل لولاية غردايا كباقي القطاعات استفاد من عدة مشاريع، من بين هذه المشاريع محطة برية ذات طابع وطني مصنفة صنف آلف، تتربع على مساحة 4 هكتارات، تتوفر على عدة مرافق ضرورية، ويكون الاستغلال في الأشهر القليلة القادمة. مكسب هام في قطاع النقل تدعمت به ولاية غردية، سيسهم عند دخوله الخدمة في تقديم خدمات جيدة للمسافرين. ومع موسم الاصطياف ومع الارتفاع المحسوس في درجة الحرارة، تفضل الكثير من العائلات بولاية أدرار قضاء سهراتها في الساحات والحدائق العامة، تقول فاطمة الزهراء بن فرج الله. أجواء ترفيهية وتثقيفية تعرفها حديقة مراجن بولاية أدرار هذه الأيام بفضل نشاطات وبرامج إذاعة الجزائر من أدرار، أصبحت المسابقات والعروض الوجهة المفضلة للعائلات. ونحن من خلال هذا البرنامج نحاول لم شمل العائلات في هذه الحديقة، حديقة التسلية مراجن، والحمد لله نحن في هذا العدد 5، والتقييم طبعا يعود إلى الجمهور، لكن نرى أننا حققنا يعني نجاحا، وهذا من خلال توافد الكبير للعائلات. هذا المنتزه حاجة مليحة، حاجة مليحة منها الترفيه منها التثقيف.
الأفواج الكشفية هي الأخرى اختارت هذه الحديقة لتنظيم خرجاتها الليلية، فيما تبقى الأطباق التقليدية سيدة الجلسات العائلية بامتياز. جبنا معنا مرقتنا وخبزنا بدنا لا شاي وانا دوك نسقوا عشان عندنا كف مره في العام عندنا خرجه موسميه نديروها الفوج كاكل فوج المرشدات التفاؤل قصب فادي ولا يتهضر نديرو خرجه موسميه باش نفجعوا العيل الاخر لان في هذه الحديقه نتاع مراكن باش ننشطوا ونفرحوا شويه مع بعض. اليوم جينا مع اصحاب الكشافه نشجوا ونقيموا نشاطات وانا جينا رحله كشافه دينا النشاطات وتعلمنا اغناء جينا هنايا لحديقة مراكان نتمتعوا ونشدنا نشد الوطني ونشد الكشافي. وللموروث الثقافي جانب كبير في هذا الفضاء الترفيهي العائلي. أما عاصمة الحمديين بجاية فسيفها لا يقتصر على البحر والرمل، فقصبة التاريخ فتحت أبوابها للمصطفين، لكن الإبحار عبر بوابة التراث والحضارة في جولة سياحية ثقافية دليلنا فيها هشام بوميدا. قصبة بجاية معلم تاريخي وأثري يشهد على الفترة الموحدية، أعيد ترميمها وافتتاحها جزئيا للزوار، وتم استغلال فضاءاتها لاحتضان برامج ثقافية متنوعة طيلة موسم الاصطياف. حتى المصطافين يعني اللي يجيو يزوروا ولاية بجاية الولاية المضيافة يعني عملنا لهم يعني برنامج ترفيهي موسيقي مسرحي، يعني رانا نعملوا يوميا من 27 جوان إلى يومنا هذا، نجم نقولوا كان حفلات وإن كانوا حوالي 3000 اللي شاهدوا الحفلات يوميا. هذا المعلم يستقبل يوميا حوالي 3000 زائر، سواء لزيارة المعارض الفنية المقامة به أو حضور السهرة الفنية المتنوعة المقامة بساحاته كل مساء، أو حتى زيارة المعلم في حد ذاته وإعادة اكتشافه. Un site historique très très important rempli d'histoire. Prenons exemple de Ibn Khaldun qui a vécu ici. Il était ministre ici dans ce lieu magnifique. Pour la saison estivale Hadi, j'ai des gens un peu de partout et ça nous fait plaisir, énormément plaisir de voir cette richesse, d'échanger entre les villes et tout ça. C'est bien organisé, on était là depuis l'ouverture de la Kashba. On a accompagné avec une expo d'art plastique. Comme je disais, parce que le public a besoin de voir autre chose à part le site lui-même. فضاءات عديدة تضمها قصبة بجاية خصصت بعضها لتوفير نسيم عليل للزوار خلال هذا الموسم الحار. ختام النشرة وهذه قراءة ثانية في أهم عناوين. منشآت صحية وجوارية جديدة ببلدية سوان الحدودية بتلمسان، والمواطنون يثمنون مسار التنمية بالمنطقة. ضمن روبورتاجات النشرة تابعنا مركز جديد لمعالجة النفايات الطبية ورسكلتها بالبليدة، وببرج بعريريج كفاءات شابة تطلق مصنعا لإنتاج معجون الأسنان لتغطية الطلب بالسوق المحلية. سوق العمل بسوق أهراس يطالب بإدراج تخصصات جديدة بمراكز التكوين المهني وتمويل أزيد من 6000 مشروع ضمن الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب عين الدفلة. وعاصمة الحمديين بجاية تفتح قصبة التاريخ للمصطفين في جولة سياحية فكرية عبر زمن الحضارات المتعاقبة. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة، وللمزيد عناويننا الإلكترونية في الخدمة. السلام عليكم.